ما تتأخري حبيبتي. لا لا ما رح أتأخر. هذا اللي كان بعد ناقصني. طنط يلا بلبنان. هلا وقتها. أنا وين؟ ما تخاف، أنت عندي بالبيت، هون ما حدا بده يأذيك. شكرا. أنا سوسن وهيدا بيتي. أنا سامي. سامي هلأ لازم ترتاح، بعدين منحكي. شو صاحبتك؟ اسم الله بعد صبية. هون كان بعد صبية قبل ما تموت الله يرحمها. سرطان؟ جريمة قتل. انت قتلتها؟ معقول راسك؟ حدا بيقتل امه؟ الشرارة قتل امه. شو؟ مين الشرارة؟ نقلوه محلك بس جيت حضرت جنابك. حطوه مع الدكتور بدران. مين خبر؟ يلي خبرني. عم بقول لك مين خبرك؟ عزيز؟ شو خبرك عزيز؟ خبرني عنك وعن دكتور بدران. كتير منيح، كتير منيح. ونور ما فيني انطر هالقد، بدي العملية تخلص بأسرع وقت ممكن. ماشي. شكرا لك، أنا خلصت. تفضل. بدي أعرف شو خبرك عزيز عن دكتور بدران. أنا حلفت إنه ما خبرك. وأنا بس أحلف يعني خلص حلفت. إيه مثل ما عم قلك وإيدي على شواربي عم قلك إذا بعبرك. أنا ماني محبوس هون لأنه وضعي. بعرف. ما أنا سألت عزيز عنك امبارح. شو خبرك عزيز خيي؟ خبرني عنك وعن دكتور بدران. وأكتر من هيك ما بقى تسألني ولا سؤال بقى. ماشي الحال. بس لمعلوماتك عزيز ما بحياتي شايفه. كيف معقول يكون خبرك عني وهو كمان ما بيعرفني؟ عزيز يا حبيبي هو يلي بيتسمع كل الاتصالات اللي بتصير بالحبس على التليفون. مرات
بيسمع له كم خبرية هيك بغرفة الزيارات، وحضرت جنابك بتتغزل بنور الريس وجه لوجه، والدكتور بدران بيحكي عن نور الريس على التليفون. كيف؟ شو بيعمل هذا عزيز؟ عزيز؟ عزيز يلي بينظف وبيكب زبالة حبيبي. معقول؟ ايدي عشوائي بيعمل لك. شو بده الدكتور بدران من نور؟ خبريتك صارت مكلفتنا 10 صغير، ما عم تردون؟ يا خيي ما بدخن. مشكلتك. حبيبي بعطيك مصاري. اشتريك روز دخل. أهلين. أنا شو بدي بالمصاري حبيبي؟ أنا حكمة مقبض هون. تيلي دخان. شو تانتيولا؟ مغير عليك لبنان؟ ايه مغير مغير كتير عن جد، ما توقعت يكون هيك. بدك نشرب قهوة شي محل؟ لا 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 لا، بدي صرفي اوصل على البيت تأمسك بيك وفاطسو متبويس، قد ما اشتقت له. طنط يلا بابا عطاك عمره من 5 سنين. سعد مات؟ مات سعد؟ ليه ما خبرتوني؟ يدلي يدلي انا يدلي يا ربي، ليه ما بيك الا الزهران، ما اخذت الا الادمي، ليه يا ربي هدي عنك يا سعد يا حبيبي يا سعد. عشان مصيبه هيدي يا سعد. سامي، من وين عرفت اسمي؟ انت قلت لي. شو نسيت؟ شرب كباية مي هلأ بعمل لك شي تاكله. لا ما بدي، ما تعذبي، انا صار لازم تفل. فل؟ لوين بدك تفل؟ ما في تروح لمحل قبل ما يرحم الجرح؟ شو بدك تموت؟ ما قلتي لي شو اسمك؟ سوسن. مرسي سوسن، انا بتشكرك لانك خلصتي لي حياتي، بس أنا قصتي أكبر من هيك. أنا بعرف بعرف. أنت عليك حكي مهربين من المستشفى. لا مش مزبوط هالحكي. المرحوم خيي هيك هرب من الحبس، عمل مشكل هو صاحبه، فجموا بعض، نقلونا على المستشفى. تاني نهار لبسوا تياب ممرضين هو صاحبه وهربوا من المستشفى. بس أنا قصتي غير هيك. تختلف التفاصيل، مين بعلق على التفاصيل بهالايام؟ اصلا وقت شفتك هربان ولابس ثياب ممرض ذكرتني بالمرحوم خيي، لو ما هيك ما ساعدتك.
بالحلقة الجاية. عندي خبرية رح تزعلك شوي. جريمة جديدة بتحصل. حلو كتير، شو عم بصير؟ وبتخلي الكل يعيد حساباته. شو؟ عم تستفزني يا بطل؟ أنا بحياتي ما فتت على الحبس. ما تقلي شو بدي أعمل وإنت مش عارف حالك شو بدك تعمل. بدي لاقي سامي الرئيس اليوم. لو ما انقطعت الكهرباء الأربعة تسعة